السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. معاكم مهندس احمد هشام. هنتكلم النهاردة عن البيزكس بتاعة الدياجنوستيك التر ساوند. جهاز الالتر ساوند جهاز ممتع جدا، ودراسة المبادئ الفيزيائية بتاعته وآلية عمله وحتى الصيانة بتاعته تبقى حاجة لذيذة جدا وحاجة ممتعة جدا، ومحتاجة طبعا دراسة ومحتاجة معرفة كبيرة. في البداية خالص، الكونتنت اللي هنتكلم فيه النهاردة هنعرف يعني ايه ألتر ساوند كتعريف مبدئي من قبل ما نخش على الجهاز، وهنعرف يعني ايه كلمة سونار. يعني في كلمة كده دايما بنقولها، رايح اعمل سونار، يعني ايه بقى كلمة سونار؟ تمام. هنبدأ ان احنا كمان بعد ما نعرف التعريفين دول هنخش على الميديكال دايجنوستيك ألتر ساوند، وهنعرف ازاي بيكون الجهاز ده شغال. بعد كده هنتكلم عن البيزو الكتريك افكت وطريقة الجنريشن بتاعة الالتر ساوند، وبعد كده هنتكلم بقى عن البروب او اللي هو الالتر ساوند ترانسديوسر، وهنخش على التيشو انتر اكشنز مع الويفز بتاعة الالتر ساوند. زي ما احنا عارفين، احنا بنقول ان هو دياجنوستيك الالتر ساوند، فهو بيستخدم في الكشف، فانا هنعرف ازاي ايه اللي بيحصل بالظبط عشان اقدر ان انا اكشف عن الاعضاء اللي موجوده داخل الجسم عن طريق الويفز ديت. تمام. هنتكلم عن سمبليفايد بلوك دياجرام كده عن الالترا ساوند سيستم، ويعني مش هنخش قوي طبعا في الالترا ساوند سيستم نظرا لان هو طبعا محتاج محاضرة كاملة لوحده. طبعا احنا هنبدأ ان احنا يعني ايه نخش على داخل عموما الجهاز ككل بيبقى شغال ازاي، او كمبدأ تقني بيبقى شغال ازاي. هنبدأ ان احنا نخش كمان على 3D و4D الترا ساوند ايميجنج، هنبدأ ان احنا نعرف كل نوع منهم. هنتكلم عن البروكن الترا ساوند بروبس، دي بعض الاعطال او بعض المشاكل اللي بتقابلنا في البروبات بتاعة الالترا ساوند، وهنقول طبعا ازاي نحلها. وطبعا في الاخر هنبدأ ان احنا نقول زي نصايح ازاي ان احنا نبروتكت الالترا ساوند بروب بتاعنا. في البداية خالص، يعني ايه الالترا ساوند؟ يعني ايه موجات فوق صوتية؟ الالترا ساوند ده بيبقى مصطلح بيستخدم عشان اقدر ان انا اعبر عن الترددات بتاعة الصوت اللي بتبقى فوق 20 كيلو هرتز، وده بيبقى تردد عالي ما بيقدرش الانسان ان هو يسمعه. الانسان طبيعته ان هو بيسمع من 20 ل من 20 هرتز لحد 20,000 هرتز. تمام. فبالتالي هو ما بيقدرش ان هو يسمع موجات فوق صوتيه. تمام كده. ف عموما اصلا برضو دي معلومه كمان لازم نكون عارفينها، ان الساوند ويفز محتاجه وسط تبدا ان هي تنتقل فيه. بمعنى ان موجات الصوت زي ما احنا بنبقى عارفين ان مثلا ما نقدرش ان احنا نسمع في الفضاء، يقول لك ان انا ما اقدرش ان انا انقل الصوت عن في الفضاء، لان الموجات ما بتبقى ايه الفكره بالظبط، ان الموجات الصوتيه بتبقى محتاجه وسط مادي لانتقالها، والفضاء ما بيبقاش في وسط مادي، بيبقى فراغ. تمام كده. فبالتالي لا بيبقى في ولا بيبقى وسط جاز ولا ليكويد ولا سوليد حتى، فبالتالي ما بقدرش ان انا انقل الصوت بصورة كافية. فاحنا نقدر ان احنا من هنا نستنتج استنتاج سريع، ان كل ما كانت الدنسيتي بتاعتي اقل او الكثافة بتاعت الوسط المادي بتاعتي اقل، كل ما كان الساوند بيبقى less produced، بيتم انتشاره او انتاجه بطريقة اقل يعني. تمام كده. الفريكوينسيز بتاعت الالتر ساوند المستخدمه في المجال الطبي بتبقى من رينج الواحد لعشرين ميجا هرتز، في بعض المراجع بتقول من 31، في بعض المراجع من 2 لـ 18. احنا يعني عموما هي كلها بتبقى قريبه من بعضها، بس المتوسط بيبقى من رينج الواحد لعشرين ميجا هرتز. طيب احنا عرفنا يعني ايه كلمه الالتر ساوند عموما، عرفنا ان هو نوع من انواع الموجات الصوتية. تمام كده. طب يعني ايه بقى كلمة سونار اللي احنا بنسمعها؟ سونار ده بيبقى مصطلح عام.
بستخدم فيه موجات، يا اما اقدر ان انا استخدم فيه موجات الصوت او موجات الموجات فوق الصوتيه، موجات الصوت اللي احنا بنسمعها عادي، او موجات فوق الصوتيه اللي هي ترددها فوق ال 20 كيلو هرتز، او الانفراساوند اللي بتبقى تردد اقل من 20 هرتز. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني ايه العمليه دي اسمها ايه؟ اولا السونار اختصار لساوند نافيجيشن رينجنج. يعني ايه؟ يعني ساوند يعني صوت، نافيجيشن يعني انا بعمل عمليه بحث عن حاجه معينه او تنقيب عن عمليه حاجه معينه، رينجنج يعني في زي ايه، في معدل او في حاجه، في معادله. فبيقول لك ان هي تقنيه بستخدمها عشان اعمل ديتكتنج وديترمايننج الديستنس، المسافه. يبقى اول حاجه انا بستعلم عنها هي المسافه، والدايركشن الاتجاه بتاع اندر ووتر اوبجكتس عن طريق وسائل صوتيه اكوستنج مينينجز، باستخدام عاملين مهمين، اللي هو العامل الاولاني الثابت عندي اللي هو السبيد بتاع الساوند في الميديم. يعني انا ببقى عارف الميديم اللي انا مثلا عايز ابحث عنه ده، على سبيل المثال ان هو مثلا ووتر، مثلا ميه، فبالتالي الميديم بتاعه بيبقى ثابت، وبقدر فده بيبقى عندي كأول حاجة انفورميشن انا باخدها. تاني حاجة بعرف التايم اللي خدته موجات الصوت عشان يحصل لها بعد ما تروح تنعكس مرة تانية. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني على سبيل المثال مثلا احنا عندنا دلوقتي هنا هو سفينة. تمام. السفينة ديت فيها جهاز ارسال لموجات صوتية او موجات فوق صوتية، خلينا نتكلم بقى نقول مثلا هو بيرسل موجات فوق صوتية. تمام كده. وده قاع البحر. تمام. انا عايز احسب الديستنس ما بين البوت وقاع البحر، فبقدر ان انا استخدم بعمل موجات فوق صوتيه. تمام. فبيطلع لي incident wave. تمام. بتبدا ان هي تخبط في القاع بتاع البحر ويحصل لها reflection. فانا هنا بالتالي حققت حاجتين. اول حاجه انا عارف المفروض ان دي حاجه ثوابت عندي، انا عارف سرعه الصوت في الوسط بتاعي اللي هو الميه. تمام. والتايم اللي خدته الريفلكتد ويف في ان هي تطلع مره تانية للريسيفر عندي او الديتكتور اللي هيبقى ان هو يستقبل الموجات الصوتيه بتاعتي. تمام كده. من هنا انا اقدر ان انا اعمل داتا اكوزيشن، احصل على الداتا ديت وابدا ان انا احللها واحسب الديستنس، المسافه ما بين البدايه والنهايه. طيب هل انا اقدر ان انا اعمل ده بس؟ لا، ده اي اوبجكتيف بيتحرك كمان اقدر ان انا اعرفه. وده حاجه بسيطه، حتى لو كان سمك، لو كان غواصه. فبالتالي انا اقدر مثلا هو على سبيل المثال ده الشكل اللي بيحصل بالظبط. انا عندي هنا برسل موجات فوق صوتيه اهو. تمام. جزء منها خبط قبل التاني، جزء منها خبط وانعكس قبل التاني، وهو ده اللي حصل بالظبط، ان الموجات في الصوتيه راحت مثلا للغواصه ديت، خبط جزء فيها وفي جزء تاني فضل مكمل لتحت، فطلع ان في هنا اتنين ديستانس عندي، المسافه ما بين الغواصه والسفينه، والمسافه ما بين السفينه وبين قاع البحر. فقدرت ان انا من هنا احصل على بيانات ومعلومات ان في حاجه هنا موجوده عندي. تمام كده. طيب ايه بقى الجهاز نفسه؟ يعني احنا دلوقتي عرفنا مبدأ عمل السونار عموما. تمام. الميديكال دايجنوستيك التر ساوند، نبقى بقى نخش في الشغل بتاعنا. الميديكال دايجنوستيك التر ساوند ده ايميجنج موداليتي. ايميجنج موداليتي يعني نوع من انواع الاجهزه اللي بيستخدم في الدايجنوزس او في التصوير يعني، او في الفحوصات. تمام كده. That makes images showing a slice of body using ultrasound waves. أنا هنا بستخدم الالتراساوند ويفز عشان أقدر إن أنا أشو أو أشوف جزء من الجسم. طيب الالتراساوند سبيد، أدي نقطة إحنا مهمة، إحنا قلنا إن إحنا عايزين نعرف الالتراساوند سبيد في الوسط بتاعي. طيب في الوسط بتاعي اللي هو بيبقى أغلبه بيبقى سوفت تيشو، في درجة الحرارة الطبيعية اللي هي 37 درجة سيليزية، بيبقى حوالي 1540 متر بير سكند. هنلاحظ إن السرعة هنا أعلى من سرعة الصوت اللي إحنا بنبقى عارفينها اللي هي الطبيعي 330 متر بير سكند. ده في الهواء. احنا هنا في بنتكلم بقى هنا في سوفت تيشو. تمام. في كثافة اعلى، في كثافة وسط اعلى. تمام كده. بيقول لك بقى imaging الهيومن بودي اورجنز، ده بيتم بنفس المبدا بتاع السونار، نفس الفكره اللي احنا شفناها بالظبط، بيتم استخدام
الطريقة ديت، بس طبعا بتقنية يعني متطورة اكتر، ولان انا بقدر ان انا بقى اصور الحاجات اللي موجودة بالظبط بيبقى شكلها عامل ازاي من جوه، يعني هنعرف الكلام ده بيحصل ازاي. طيب انا بستخدم ايه؟ بستخدم حاجة اسمها ايه، الترانسديوسر او البروب، تمام كده. ده شكل مبسط بسيط كده يعني ايه للعملية اللي بتحصل بالظبط، ان انا برسل موجات الفوق صوتية بقى الالترا ساوند، جزء منها بيحصل له ريفليكشن، بيحصل له انعكاس، تمام كده، يرجع مرة تانية للريسيفر اللي موجود جوه، تمام، فتنتقل البيانات للجهاز، بيحصل لها بروسيسنج، بيحصل لها معالجة عشان ايه تظهر لي على الشاشة بالمنظر دوت. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. زي ما احنا قلنا اهو من شويه، انا عندي هنا البروب اهو، طلع الترا ساوند ويفز، انا قربته هنا وطلع لي الترا ساوند ويفز اهو، تمام. جزء منها هيتم امتصاصه وجزء هيتم انعكاسه، وانا بتكلم عن الانعكاس دلوقتي. هيطلع لي ايكو ويفز، ايكو ويفز يعني الموجات المنعكسه من عمليه الايه التصادم اللي حصلت اهو. ده الشكل بتاعنا اهو، تمام كده. انا كشفت عن حاجة بتتحرك جوه وحاجات شكلها مختلف. لو هنلاحظ بقى مش سطح واحد، لا ده ايه، سطح متعرج، فكل سطح من دول بينعكس على الايه، على الجسم، على الريسيفر مرة تانية، تمام كده. فاحنا بالتالي بنلعب في البارامترز بتاعتنا، اللي هي اول حاجة الفيلوسيتي اللي هي السرعة اللي هي ثابته بالنسبه لنا، احنا قلنا 1540 متر بير سكند. عندي بقى عاملين مهمين اللي هم الويف لينس والفريكونسي. الفريكونسي ده اللي هو التردد، وده اللي الدكتور بيقدر ان هو يتحكم فيه، لكن الويف لينس بيكون مع كل فريكونسي بيكون ليه ويف لينس محدد بننتجه. فبالتالي احنا نقدر ان احنا من المعادله ديت نستنتج ان في علاقه عكسيه ما بين الويف لينس وما بين الفريكونسي. بمعنى ايه الكلام دوت سريعا كده؟ يعني مثلا لو انا لاحظوا ان احنا ان كل ما انا استخدم higher frequencies بيظهر لي details اكتر، تمام، ولكن ببقى قريب اكتر من السطح. فعلى سبيل المثال انا مستخدم هنا مثلا 5 ميجا هرتز بالبروب دوت، لقيت ان انا ما دخلتش جوه قوي في التيشو، على قد ما انا دخلت قوي كده عمال حصل بنتريشن اكتر في فريكونسي اقل من الفريكونسي الخمسة ميجا هرتز. فاحنا هنا نستنتج استنتاج نقدر نقول عليه ان كل ما انا مزود الهاير فريكونسي لقوا ان اللي بيبقى فيه ريزولوشن اعلى للصورة، لان طبعا بيكون التردد عالي، فانا بيبقى عندي عدد الاهتزازات اللي موجوده على الزمن بالثواني لموجات الصوت، بيحصل تصادم اكتر ما بين الجزيئات وبعضها، تمام، في زمن قليل جدا. فبالتالي باخد انفورميشن اكتر عن الصوره اللي موجوده جوه، فبالتالي بيحصل انعكاس للموجات اكتر في نفس الوسط اللي موجود عندي، فبالتالي بيبقى في ريزولوشن اعلى، بقدر ان انا داتا اخدها اكتر للجهاز واعمل لها معالجه في وقت قياسي جدا يعني، تمام. بس طبعا الدروباك ان انا ما بقدرش ان انا ايه بيبقى البنتريشن اقل، ولكن في الهاير لامدا او الهاير ويف لينس الطول الموجي بيكون عندي طبعا قدرة اكتر على البنتريشن، بس طبعا الريزولوشن بتبدأ ان هي تقل لعدة اسباب. اولها ان طبعا بيكون فيه نوع من الفقد للموجات، ونوع من التشتت، ونوع من الامتصاص اللي بيحصل داخل الجسم، تمام. فاحنا عشان كده دايما بنلاحظ ان الدكاتره مثلا يقول لك ايه، انا بستخدم من 3 ل 5 ميجا هرتز للابدومينال ارياز. الابدومينال ارياز يعني المناطق اللي بتبقى موجوده في البطن، تمام كده، المعده، الطحال، الكبد، تمام، الكدني. الخمسة من 5 ل 10 ميجا هرتز بيبقى السمول والسوبرفيشال بارتس، انا عايز اصور حاجه على السطح، فبستخدم ايه، تردد اعلى، تمام كده. طبعا عايز تردد اعلى من كده، يبقى انا كده بصور بايه، بشوف بقى السكين او بشوف الايه الايز، تمام كده. ما ننساش ان في علاقه عكسيه ما بين التردد وما بين الطول الموجي، دي نقطه مهمه جدا هتوضح لنا ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي مخلي فعلا ان احنا عندنا هنا ايه في بنتريشن اعلى ازاي، وفي في فريكونسي اقل ازاي، في ايه اللي بيحصل هنا بالظبط يعني، تمام كده.
طيب هنبدأ ان احنا نشوف بقى الماشين بتاعتنا او الالتر ساوند ماشين. هنتكلم عن اي بيزك الالتر ساوند ماشين بيكون فيها الاجزاء التالية. بيبقى عندي طبعا الجزء الاساسي والجزء المهم عندي اللي هو الترانسديوسر بروب، وده اللي بيسند ويريسيف الساوند ويفز. زي ما احنا قلنا انا بيبقى لازم عندي في موجات ببعتها وبستقبل الموجات المنعكسه بتاعتي. ده هو بروب، هو اللي بيعمل النقطه دي، وده اهم. بالتالي نستنتج ان هو اهم حاجه موجوده عندي. تاني حاجة عندي اللي هي السي بي يو، سنتر بروسيسنج يونت، دي وحدة المعالجة المركزية. ده بيبقى كمبيوتر بيقدر ان هو يعمل الحسابات بقى، الكالكوليشنز، واللي بيبقى فيه طبعا الباور سبلاي، بيبقى فيه هو نفسه اللي بيغذي اصلا البروب وبيستقبل البيانات من البروب عشان يبدأ ان هو ايه يعمل، يطلع لي صورة على الشاشة. ده المخ بتاع الجهاز كله، ده اللي هو اللي بيتحكم في كل حاجة موجودة عندي في الجهاز. عندي بعدها الترانسديوسر بالس كنترولز، ودي اللي بيقدر ان هو الدكتور ان هو يتحكم في شدة الموجة والتردد بتاع الموجة والديوريشن كمان بتاعة البالسز ديت اللي بتبقى داخلة خارجة من الترانسديوسر بروب بتاعه. عندنا بعد كده طبعا الديسبلاي، دي اللي بتعرض لي الايمج اللي بتبقى خارجه بالنسبه لي عن طريق الداتا بروسيسنج بروسيسد اللي انا خدتها من السي بي يو. هنعرف طبعا ازاي اللي بيحصل بالظبط، انا باخد الصوره ازاي الصوره بتنتج، هنعرف الكلام دوت. بعد كده طبعا عندي الكيبورد والكيرزر، دول طبعا بيبقوا انبوت داتا بدخلهم او عوامل معينه بدخلها. انا عايز احدد مثلا بالكيبورد، انا عايز احدد مثلا ده ايه، اكتب مثلا ملاحظه معينه، فطبعا دي بتبقى عوامل مساعده بالنسبه للدكتور. وعندي طبعا ديسك ستوريج وديفايس، انا عايز مثلا ان انا اسجل بيانات بتاعت بيشنت، احفظها، اعمل هيستوري للصور اللي انا خدتها له، فطبعا بيبقى متوفر في الجهاز ايه، ديسك ستوريج ديفايس. وعندي طبعا البرينتر اللي بتبقى مسؤوله عن الطباعه لو انا عايز اطبع الصوره اللي بتبقى موجوده عندي. تمام كده. طيب عملية الـ Diagnostic Ultrasound Imaging، عملية الـ Imaging نفسها ديت بيقول لك إن هي بتعتمد على الـ Computerized Analysis من الـ Reflected Ultrasound Waves. زي ما احنا قلنا إن الـ Ultrasound Waves لما بتدخل الجسم بيحصل إيه؟ بيحصل جزء منها بينعكس، تمام؟ الانعكاس دوت الجهاز بياخده، تمام، او الكمبيوتر نفسه او السي بي يو بتاخدها عن طريق الريسيفر او عن طريق البروب مره تانية، وتبدا ان هي تعمل لها ايه، اناليسس، تعمل لها بروسيسنج بقى، وتبدا ان هي تحللها وتقسمها على واحده واحده. وميزه الحاجه بتاعت الالترا ساوند ان هو بيبقى نون انفيسيف، تمام، وبقدر ان انا اصور انترنال بادي ستراكشرز. انا فعليا ما بمسكش مشرط وافتح الجسم واقعد بقى، او حتى ان انا ما بستخدم موجات اشعاعيه زي مثلا في الاكس راي ولا في السي تي. انا كل اللي بعمله ان انا بدخل موجات، الموجات دي ما بيبقاش ليها ضرر كبير وواضح حتى على المدى البعيد يعني. تمام. احنا عندنا ثلاث انواع من الدياجنوستيك التر ساوند، جنرال بيربس والبورتابل والهاند هيلد. جنرال بيربس دوت اللي هو احنا بنشوفه دايما عموما، موجود في عيادات النساء والولاده، وعايز اكشف عن اي حاجه بقى، عيادات الكلى برضو بيبقى موجود فيها الجهاز دوت. البورتابل ده لو انا مثلا عايز اتنقل بالجهاز من مكان لمكان، واحيانا ده بيبقى برضه موجود اغلب الاوقات، بيبقى موجود في المستشفيات الكبيره لو انا عايز انقل الجهاز من مكان لمكان. والهاند هيلد ده بيبقى تكنولوجي جميله جدا، بيستخدموا فيها الاي او ام تي، انترنت اوف ميديكال ثينجز، بمعنى ان انا بقدر ان انا امسك البروب واتحكم، ويعني اخد الـ يعني بنقل الداتا كلها عن طريق واي فاي، عن طريق واي فاي سيجنال. انا بقى ما فيش سلك، تمام، وببعتها على طول دايركت للموبايل. دي تقنيه متطوره جدا، واجهزه الهاند هيلد يعتبر غاليه جدا جدا جدا، بيوصل رنجها والله ما لهاش رينج محدد يعني، هو بيبقى رينج كبير يعني، بيبقى من $1000 لحد ما مثلا يعني اقل جهاز نقدر نقول اقل جهاز من $1000 لحد $1200 يعني. ده من ضمن الحاجات اللي انا لقيتها، بس في حاجات اغلى من كده بكتير يعني. تمام. طيب how does the diagnostic ultrasound machine work؟ الجهاز ده بيبقى شغال ازاي؟ تعال نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. اول حاجه الالتراساوند ماشين بيترانسميت هاي فريكوانسي،
الترا ساوند ويفز اللي بتبقى من 1 ل 20 ميجا هرتز زي ما احنا قلنا قبل كده، تمام، للجسم عن طريق الايه البروب. بعد كده الساوند ويفز دي بترافل للايه للجسم، تبدا ان هي تخش ما بين التيشو، تبدا ان هي تدخل يحصل تعمل بنتريشن، تمام كده. موجات الصوت محتاجة وسط مادي لانتقالها وتقدر ان هي تخش جوه طبعا، تمام. طبعا بقى بتخش ما بين ايه، بتخش ما بين الفلويدز والسوفت تيشو والبونز، كل حاجة بتبدأ ان هي تدخل جواها، وطبعا بنسب مختلفة ونسب متغيرة. بيقول لك بقى ان some of the sound waves بيحصل لها ايه reflection، بيحصل لها انعكاس مرة تانية للبروب، وبعضها بيترافل بعيد لحد ما ايه يوصل لنقطة تانية، وبعد كده ينعكس مرة اخرى، يعني جزء منها بيدخل ينعكس يخبط وينعكس، وجزء تاني بيحصل له دخول. هنوضح الكلام ده كله قدام بيحصل ازاي. بيقول لك الريفليكتد ويفز دي بتبقى بيجد باي ايه البروب مرة تانية، وبدخلها مرة تانية للايه للماشين عن طريق الايه السنتر بروسيسنج يونت، تمام، عشان تقدر هي تعالجها والصورة تطلع. طيب الماشين دي بتعمل ايه؟ بتكالكيوليتس الديستنس زي ما احنا قلنا من البروب لحد التيشو اورجن، تمام كده، عن طريق استخدام موجات الصوت في التيشو اللي هي 1540 متر بير سكند، تمام، والتايم اللي استخدمه او اوف ذا ايكو ريتيرن يوجوالي اون ذا اوردر اوف مليونز اوف ا سكند. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان هو الوقت بقى الزمن اللي استخدمه الايكو دي، بمعنى الريفليكتد ساوند ويفز. طبعا احنا مش عندنا سطح واحد، جسم الانسان ما بيبقاش سطح واحد، ده بيبقى حاجات كتير جدا مع بعضها، فالحاجات دي كلها بتنعكس بدرجات مختلفة مرة تانية للايه للبروب. فبتبقى هو بيستخدم بقى تايم بيبقى ايه، بيبقى في حوالي المليونز اوف ا سكند، تمام كده. الماشين بديسبلاي بقى الديستنس والانتنسيتيز، الديستنس يعني المسافه ما بين كل تيشو تاني وبين كل اورجن والتاني، وبيستخدم الانتنسيتيز الكثافه بتاعه كل ايكو مستخدم عندي، تمام، مده الانعكاس نفسها وقوه الانعكاس، بيعرض ده على الشاشه. فده بيبقى حاجه اوليه لينا اللي هي الايه 2D. دي معنى كلمه 2D، ان انا بشوف اتنين دايمنشنز عندي للأورجن. ده شكل صورة 2D. كل اللي انا شايفه هنا قدامي ان في نسب مختلفة زي ما احنا شايفين، احنا مش شايفين كل حاجة بقى، لا ده في حاجات ظاهرة شوية، في حاجات تم امتصاصها مش بينالي، في حاجات ما انعكستش وفي حاجات انعكست، تمام. فدي الصورة، دي صورة ايه طبعا بيبي يعني تم تصويره. ونلاحظ طبعا ميزة كمان في الالترا ساوند ان هو ايه حدد لي الجزء الاكتر اللي تم ايه امتصاصه، تمام كده، انعكاسه عذرا. طيب ازاي ان احنا بنجنريت الالترا ساوند ويف ديت؟ يعني احنا دلوقتي عرفنا آلية عمل الجهاز بيبقى شغال ازاي وايه اللي بيحصل بالظبط، ازاي نقدر ان احنا نجنريت الالترا ساوند ويف؟ مبدئيا في حاجه اسمها البيزو الكتريك المنت. البيزو الكتريك المنت دوت بيجنريت الالترا ساوند ويف لما بدخل له الكتريكال بالس، يعني لما بدي له كهرباء بيطلع لي ايه الالترا ساوند ويف، تمام كده. الالترا ساوند ويف ديت بتروح طبعا بقى للميديوم زي الهيومن بودي زي ما احنا قلنا، some of its energy get reflected back toward its source. بمعنى ان جزء من الانرجي اللي بيوديها ديت بتروح مرة تانية للسورس. فده اللي بيحصل، ده اللي بنكتشف ان هو اللي بيحصل. انا عندي هنا ده نعتبر ان هو السندر والريسيفر في نفس الوقت، اللي هو البيزو الكتريك، دي حاجة جميلة جدا. بيبدأ ان هو يبعت لي الساوند الالتر ساوند ويفز بتاعته، فبتبقى اوريجينال ويف رايحة اهو لديستنس معين، انا عايز اقيس الديستنس، ورايحة للاوبجكت، تمام، وبترجع مرة تانية ريفليكتد ويف مرة تانية لايه الريسيفر، تمام كده. طيب ايه هي البيزو الكتريك افكت؟ البيزو الكتريك افكت او البيزو الكتريستي هي قدره الماتيريالز ان هي تجنريت ان الكتريكال بوتنشال ان ريسبونس تو ابلايد ميكانيكال ستريس. يعني انا عايز انقل او عايز انتج طاقه كهربيه ناتجه من الابلايد ميكانيكال ستريس، اللي هو هنا عندي موجات الفوق صوتيه، تمام كده. احنا اتفقنا الموجات فوق الصوتيه او موجات الصوت عموما هي موجات ميكانيكال او ميكانيكيه، تمام كده.
بيقول لك بقى زي ما احنا قلنا من شويه ان الموست امبورتنت بروبرتي اوف ذا بيسو الكتريك ماتيريال ان هي بتقدر ان هي تكونفيرت الالكتريكال انرجي لاكوستيك انرجي اند فايس فيرسا، يعني تقدر ان هي تعمل العمليتين في نفس الوقت، تقدر ان هي ترسل وتستقبل في نفس الوقت. فانا كده وفرت على نفسي وعملت حاجه جميله جدا، نفس اللي هيرسل نفس اللي هيستقبل البيانات وهيبعتها مره تانية للايه، للجهاز. اتمنى نكون يعني الدنيا سهلة وبسيطة يعني ان شاء الله. هنبدأ ان احنا نخش على الالتر ساوند ترانسديوسر او البروب. ده شكل البروب عموما، تمام؟ بالمناسبة الالتر ساوند ترانسديوسر هو البروب، اللي يقولك بروب هو الالتر ساوند ترانسديوسر، مفيش فرق كبير يعني ما بينهم، هما الاثنين هما الاثنين بنفس المعنى، تمام؟ شكل عام كده للالتر ساوند ترانسديوسر، انا عندي هنا كده من البداية خالص ده الجزء اللي بيخش على الجهاز، تمام؟ ده لوك الجهاز عشان اقدر ان انا اقفل الالتر ساوند بتاعي او البروب بتاعي، لان هو بيبقى عبارة عن سنون، السنون دي بتبقى كتير جدا على حسب بقى عدد الاسلاك وعلى حسب الحاجات الموجودة جوه. ده الكونكتور يعني بتاعي. عندي هنا حاجة اسمها سترين ريليف، ديت عشان خاطر مثلا في ضغط في حاجة، نفسها بمعنى ايه؟ بمعنى الحركة نفسها يسهل على البروب الحركة بحيث ان ما يحصلش مثلا ايه انسناء او يحصل التواء، تمام؟ ده شكل الكابل. نخش هنا بقى المهم في الحاجة المهمة عندي بالنسبة لي، عندي حاجة هنا اسمها اللينس. اللينس دي هي بتركز لي اكتر الموجات بتاعت الصوت وبتقلل من الانتشار بتاعها بنسبة كبيرة جدا، لان موجات الصوت بتنتشر بسرعة كبيرة يعني. وده الهاوسنج بتاع البادي اللي بيبقى موجود جواه بقى الالكترو الالمنت بتاعي او اللي هو البيزو الكتريك كريستال. عندنا انواع كتير جدا من البروبات، وكل بروب بيبقى ليه استخدام محدد، وزي ما احنا شايفين ما دام قلنا كل بروب ليه استخدام محدد يبقى كل بروب ليه تردد خاص بيه. عندي كونفكس بروب بيبقى رينج بتاعه 3.5 ميجا هرتز، وده بيبقى البروب الشائع والاساسي في اي بروب عموما عندنا. ده بروب. عندنا بروب تاني هنا الفاجينال بروب، وده بيبقى 6.5 ميجا هرتز. عندي طبعا هنا بقى اللينير بروب بيبقى 7.5 ميجا هرتز، ده بيبقى اكتر برضه في حالات الاطفال. وعندي هنا ال 2.5 فيز اري كاردياك بروب، ده زي ما احنا شايفين من اسم كاردياك، ده بيستخدم في الكشف عن القلب، تمام. عندي هنا ده 4D بروب، وهنعرف ايه معنى فيلم 4D بالظبط، تمام. عندي هنا حاجة اسمها مايكرو كونفكس بروب 2.5 ميجا هرتز، وده برضه في الأغلب بيستخدم للأطفال، بس طبعا بيبقى كل حاجة بيبقى لها استخدام يعني، مش بس مش شرط يكون للأطفال يعني. عندي طبعا ده هنا بقى حاجة مخصصة للبيدياتريك، الأطفال حديث الولادة، بيبقى من 2.5 ميجا هرتز، وده بيبقى اسمه مايكرو كونفكس بروب، تمام. طيب الالتر ساوند ترانسديوسر او البروب دوت، بيقول لك ان الالتر ساوند ترانسديوسر دي بتستخدم للدياجنوستيك الايميجنج الامبروي ان اراي اوف بيزو الكتريك اليمنتس، يعني دي تبقى موجوده جواها مجموعه من البيزو الكتريك اليمنتس. احنا قلنا بيبقى ايه البيزو الكتريك اليمنت واحد، لا احنا بيبقى عندنا بقى مجموعه من البيزو الكتريك اليمنتس، تمام. زي ما احنا شايفين ده شكل الالتر ساوند ترانسديوسر، مجموعه البيزو الكتريك اليمنتس، كل بيزو الكتريك واحد بيطلع لي نقطه معينه بتظهر لي في الصوره، تمام. فبالتالي انا لو عايز اصور الشكل ده، كل بيزو الكتريك بتطلع ساوند التر ساوند ويف تخبط ويحصل انعكاس، تروح مدياني الجزء اللي فوق ده الاول، تاني بيزو الكتريك تروح مدياني الجزء اللي بعده، تالت بيزو الكتريك تروح مدياني الجزء اللي بعده، لحد ما الصوره تبقى ايه واضحه بالنسبه لي. بيقول لك each element is wired، كل بيزو الكتريك عندي بيبقى wired عشان يسمح الشورت ويف بالسز، الشورت هاي فولتج بالسز during transmission of ultrasound waves and reception of electrical signal generated during the receive phase. يعني بيسمح بايه؟ بان هو يبدا ان هو يرسل ويستقبل، كل واحده منهم هتسمح ان هي ترسل وتستقبل كداتا لوحدها منفصله، بحيث ان انا ببدا ان انا اجمع بقى الداتا دي كلها مع بعضها كسي بي يو او ككمبيوتر عشان اظهرها على الشاشه. ده الشكل اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه. انا هنا مثلا عندي هنا الاربعه دول لوحدهم لو اشتغلوا مع بعضهم هيرسلوا لي ايه؟ الالتر ساوند ويف كايه، جزء هينعكس وجزء ايه، جزء هيميتر لحد ما ينعكس للسطح بتاعي ويرجع مره تانية للجزء دوت، وده لوحده وده لوحده وهكذا، تمام. طيب بيقول لك ان التيبيكال ترانسديوسرز ليهم من حوالي 32 لحد 512 المت. كل ترانسديوسر او متوسط ترانسديوسرز بيبقى ليه من رينج عندنا 32 ل 512
بيزو الكتريك كريستال لوحدها يعني، متخيل الرقم؟ وكل واحد فيهم متوصل بسلك، فانت متخيل بقى الرقم بيبقى عامل ازاي، كمية بقى الداتا وكمية الحاجة اللي بتتاخد وبلقطها وكمية السيجنالز بتروح وبترجع وبتخش وبتدخل مرة تانية للجهاز، وحاجة يعني حاجة كبيرة جدا يعني. ويبقى الرينج طبعا اللي بيشتغلوا في الفريكونسي زي ما احنا قلنا من الاول، من رينج الواحد ميجا هرتز لحد ال 20 ميجا هرتز، زي ما احنا قلنا هي نفس المعلومة يعني. عندنا بقى هنا اهو زي ما احنا قلنا، ده الشكل اللي انا كنا بنتكلم عليه من شوية. انا عندي هنا البيزو الكتريك كريستلز، ادي بيزو الكتريك، ودي لوحدها، دي لوحدها، دي لوحدها، عندي كمية كتيرة جدا من البيزو الكتريك كريستلز، كل واحدة منهم واخدة ايه، كارنت، alternating current to each crystal، تمام؟ كل واحدة منهم بتاخد current بدرجة معينة تطلع لي sound wave، تستقبل مرة تانية sound wave، توديها للجهاز مرة تانية، تمام كده؟ عن طريق الماتشنج لاير، لمؤاخذة نرجع تاني يعني، طريق الماتشنج لاير اللي هو بيبقى عندي هنا اللينس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الأول خالص. ده فيديو كده سريع بيوضح لنا العملية بتاعت الالترسونيك ترانسديوسر بيبقى شغال ازاي، عشان نبدأ ان احنا برضو نتخيل اكتر الموضوع بيبقى شغال ازاي. The heart of most ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. A piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves, which we call ultrasound. More importantly, this type of crystal can also work in reverse. It can produce electrical signals when it detects high-frequency sound pressure waves. When a transducer directs ultrasound waves into the body, they pass right through the skin and into the internal anatomy. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and the strength of the reflecting echoes. A medical transducer contains a large array of crystals, which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame, called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed in the ultrasound image. زي ما احنا شفنا يا جماعة العملية اللي بتتم، ولاحظنا طبعا ان السيجنالز اللي كانت داخلة او الالترسونيك ويفز اللي كانت داخلة الجسم جزء منها حصل له انعكاس، وفي جزء اختفى يعني، في اربعة دخلوا وفي اتنين اربعة خرجوا من البروب واتنين دخلوا البروب مرة تانية. ايه اللي حصل بالظبط؟ بيقول لي ان في حاجة اسمها تيشو انتر اكشن بتحصل مع الويفز، تمام؟ يعني التيشو بيحصل ان هو في عمليات معينه الالترسونيك ويفز بتقابلها مع التيشو. بيقول لك ان الالتر ساوند ويف ترافلز ثرو ا ميديوم، ات كوزز اكسبانشن اند كومبريشن اوف ذا ميديوم. يعني بيحصل ان الميديوم دوت بيحصل له ايه، الجزيئات بتاعه الميديوم دي بتبدا ان هي تتحرك، بيحصل لها توسع وكمبريشن، يحصل لها تضخضات وتغلغلات كده نتيجه الالتر ساوند ويفز عماله تخبط فيها، تمام كده. بيقول لك الالتر ساوند ويف زي ما احنا قلنا اهو انتراكت مع التيشو عن طريق خمس حاجات، بيعملوا خمس حاجات مع بعض، تمام؟ اول حاجه الترانسميشن، جزء من الالتر ساوند ويف اللي بيبقى خارج من البروب بيحصل له ترانسميشن، بيحصل له ان هو بيعدي، تمام؟ جزء منه بيحصل له ريفليكشن، ده اللي بينعكس زي ما احنا شفنا انعكس مره تاني البروب، وده بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا. جزء منه بيسكاترد، بيبقى ضايع مفرغ مش عارفين ان احنا نلاقيه، بيتم ده بيبقى حاجه لوست اصلا، تمام؟ جزء منه بيحصل له اتينويشن، تمام؟ اتينويشن عمليه
عملية بيبقى ليها علاقة بالابسوربشن او عملية امتصاص للموجات، فبالتالي شدة الموجة بتقل. واخر حاجة طبعا الريفراكشن، ودي بتبقى حاجة اساسية في اي موجة ان بيحصل لها طبعا ايه انكسار. تمام، هنبدأ ان احنا نتكلم عن حاجة حاجة عشان نفهم الالتراساوند ويفز والالتراسونيك اصلا بيبقى شغال ازاي. اول عملية عندي اللي هي ترانسميشن. ترانسميشن بيقول لك ان الساوند انرجي ترانسميتد فروم ذا ترانسيوسر ذا ترانسديوسر انترز ذا بادي، بيدخل الجسم. تمام كده، زي ما احنا شفنا في الرسمه ديت، انا بستخدم ايه الساوند انرجي او الساوند ويفز الالتر ساوند ويفز، ايا كان بقى التردد انا بحدد التردد، فبيبقى جزء طبعا بايه بيترانسميت. تمام، بيقول لك سام اوف ذا الالتر ساوند انرجي كونتينيوس ديبر تو ذا بادي، جزء منها بيبدا ان هو يعدي يخش جوه اكتر للجسم. بيقول لك ان ايه ذيس ويفز ويل ريفلكت فروم ديبر تيشو ستراكشرز، الويفز ديت لما بتخش وتعدي على الجسم بترجع مره ثانيه وتايه وترفلكت مره ثانيه للجهاز. فطبعا بيبقى في فرق وقت وبيبقى في فرق ديستنس، كل دي داتا انا بقدر ان انا اخدها اعملها داتا اكوزيشن، باخدها وابدا ان انا احللها عشان تطلع لي الصوره. اتمنى تكون الدنيا واضحه. تاني حاجه عندي اللي هو الريفلكشن وريفراكشن. الريفلكشن يعني انعكاس، يعني انا باخد السيجنال السيجنال قصدي بتخرج كترانسميشن يحصل لها ايه انعكاس. الجزء التاني اللي هو الريفراكشن ده بيحصل له انكسار. الريفليكشن ديت تهمني اكتر، بيقول لك الريفليكشن ده هو يبقى السورس بتاع الالتر ساوند ايمج. بيقول لك سام ويفز ريفليكت اوف ديفرنت تيشو اند ريتيرن باك تو ذا الالتر ساوند ترانسديوسر، يعني على حسب التيشو في جزء منها زي ما احنا قلنا بيتم امتصاصه بيتم بيعدي ترانسميتد لديبر تيشوز، وجزء تاني بيبقى في التيشو الاولانيه اللي بره ديت ويحصل له ريفليكشن على طول. تمام، زي النقطه بتاعه الغواصه والمركب كده والقاع بتاع البحر، جزء من الغواصه الغواصه بيروح لوحده ده جزء فوق شويه، والسطح بتاع البحر ايه برضه بيخش جوه بيترانسميت الصوت اكتر الالترا ساوند اكتر ويطلع مره تانية. بيقول لك الترا ساوند may be reflected or refracted when it meets the boundary between two different types of tissue. سبب موضوع الريفلكشن دوت والريفلكشن اصلا ان بيبقى عندي نوعين من التيشو. ريفلكشن مينز ذا ويفز ار ثرون باك، اند ريفراكشن مينز ذي تشينج ذا دايركشن اند ار نوت نيسيسرلي ريفلكتد. بيقول لك يعني ان الريفلكشن الريفراكشن دوت يعني معامل الانكسار او الانكسار بيتم نتيجه ان ايه ان الموجات الصوت الموجات الفوق الصوتيه دي بتبدا ان هي ايه تغير المسار بتاعها مره واحده. تمام، وانا بحاول طبعا ان انا مستحب جدا ان انا اقلل معدل الريفراكشن دوت، لان معدل الريفراكشن دوت يعني بيسبب مشاكل طبعا عندي في الصوره. طيب انا عندي هنا نقطه السكاترينج او نقطه بقى ايه الانتشار. عندي دلوقتي انا مدخل انسيديانت ويف او مدخل موجات فوق صوتيه داخله، بلاقي ان هي ايه في زي ايه بعصره كده، في حاجه عمال تحصل في بعصره. ايه سبب البعصره ديت؟ بيقول لك ان السيجنال اللي بت 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 بتوصل للترانسديوسر طبعا بتبقى اقل، زي ما احنا شفنا ان في اربعه او خمسه موجات فوق صوتيه راحوا للجسم في اتنين طلعوا. ايه اللي حصل بالظبط؟ ان في جزء حصل له سكاترينج. تمام، ايه السكاترينج ده؟ يعني حصل له ايه معدل انتشار. من ضمن الحاجات اللي بتسبب السكاترنج ديت عمليه السكاترنج، يعني موجات تبدا ان هي تتوه عن مسارها. بيقول لك ان هي بتبقى ايه ال عذرا الريد بلاد سيلز. تمام، بيقول لك اهو الموست سكاترنج اوكورز ويز ريد بلاد سيلز which have the width بتاع ايه من 7 ل 10 micrometers which is 20 times smaller than the ultrasound waves wavelengths. فبالتالي الويفز ديت طبعا بتبتدى ان هي طبعا تتاثر بيها. تمام، ما بيحصلش معدل انعكاس عالي قوي. تمام، ولكن طبعا ممكن ان هي تبان كنقط بيضاء كده بتبقى موجوده في الصوره يعني. تمام، نقطه نرجع هنا تانية، وبيقول لك ان معدل السيجنال بيقول لك من 40 ل 60 ديسيبل ترانسميتد سيجنال، يعني السيجنال اللي بتخرج من البروب بيدخل مره تانية اقل من 40 ل 60 ديسيبل. وعشان كده بيبقى في حاجه عندي اسمها تايمر جين امبليفاير، ده بياخد السيجنال ديت وايه يعمل لها امبليفيكيشن، يعمل لها عمليه تكبير عشان تبدا ان هي تخش مره تانية للجهاز. الحاجه كمان اللي فضلنا اللي هي الاتنيويشن.
بيقولك الاتنويشن ديت هي decreasing للانتنسيتي بتاعت الساوند ويف كل ما هي تعدي على ميديوم. بيقولك دي ايه بتبقى ايه؟ بيقولك دي بتبقى سبب ان بيبقى طبعا الطاقة ديت الجزء من الجسم بيبدأ ان هو يمتصها، بيمتصها على هيئة حرارة، وطبعا في جزء طبعا بيحصل له reflection وscattering. طبعا زي ما احنا قلنا العوامل بقى اللي احنا قلناها كلها اللي فاتت ديت بتأثر على شدة الموجة اللي بتبقى داخلة، عشان كده بيطلع لي اتنين بس في الاخر، تمام؟ لان في حاجات بتحصل، في انعكاس، في معدل انعكاس، في معدل انكسار، في معدل للامتصاص، فالحاجات دي كلها بتحصل نتيجة اختلاف الدينستيس المختلفة بتاعت او الكثافة بتاعت الاوساط المختلفة بتاعت البادي اورجنز والبادي تيشوز، تمام كده؟ بيقول لك التيشو ابسوربنس ابسوربشن اوف ذا ساوند انرجي كونتريبيوتس موست اوف ذا اتنويشن اوف ان الترا ساوند ويفز ان تيشو. يعني اكتر حاجه بتسبب اتنويشن للالترا ساوند ويف ان تيشوز هي الايه؟ الابسوربشن، ان الجسم او النسيج بيبدا ان هو يمتص الموجات ديت وبيمتصها وبيحولها على هيئه ايه؟ حراره، تمام كده؟ ذا ديبر ذا الترا ساوند ويف ترافلز ان ذا بودي ذا ويكر ات بيكمز. وده شيء منطقي جدا، كل ما انا ادخل الالتر ساوند جوه اكتر ايه السيجنال اللي هترجع لي هتبقى ايه؟ اضعف. وعشان كده احنا قلنا ان كل ما عندي الطول الموجي بلاقيه ان هو اعلى، كل ما هلاقي ان طبعا البنتريشن بتبقى عاليه جدا ولكن الصوره بتبقى طالعه لي ضعيفه. وطالعه لي ضعيفه ليه؟ عشان الاتنويشن بيبقى عالي، تمام كده؟ بيقول لك ان deep reflections require extra amplification، فاحنا بنضطر ان احنا نعمل amplification اكتر عشان اطلع ultrasound image احسن. ده simplified block diagram هنا عن ال ultrasound system. طبعا يعني ايه محبتش ان انا ادخل عشان بس مطولش في المحاضرة، في حاجات اكتر طبعا يعني بالنسبه للالتر ساوند سيستم وحاجات معقده اكتر واكبر اكتر وفيها نسبه متعه طبعا لما نعرف الحاجات اللي جوه شغاله ازاي، بس طبعا دي محتاجه يعني محاضره كامله لوحدها. فاحنا عشان ما نطولش هنتكلم سريعا ونعتبره كملخص سريع عن الجهاز عموما. احنا عارفين الجهاز شغال ازاي واليه عمله بتبقى شغاله ازاي. انا عندي هنبدا هنا اهو من البروب بتاعنا او الترانسديوسر بتاعنا، ببدأ ان انا ايه عندي البيزوالكتريك كريستالز تطلع لي موجات صوت نتيجة ان انا بخلي السي بي يو تبعت سيجنال للالكتريكال سيجنال للبيزوالكتريك كريستال، فالبيزوالكتريك كريستال تطلع الموجات الفوق صوتية بتاعتها، جزء منها يحصل له انعكاس مرة واحدة، جزء يحصل له انكسار، جزء يحصل له امتصاص، جزء يخش جوه يبنتريت ويروح منعكس مرة تانية. فاللي بيحصل هنا يروح واخد الداتا دي كلها على مرور الزمن ويرجعها مرة تانية للسي بي يو. السي بي يو يبدأ ان هو يعمل لها معالجة، والدكتور طبعا بيكون محدد نقطة مهمة جدا اللي هي الفريكوانسي، بيحدد ديوريشن بتاع الموجة، بيحدد حتى السكان مود. في حاجة اسمها سكان مود، بيبقى عندي كذا مود بقدر ان انا احدده، طريقة انتقال الموجة، طريقة التهيئة بتاعت الموجة نفسها بتاعت الالتراسونيك ويفز. بتبدأ السي بي يو ان هي تعمل بروسيسنج للدنيا دي كلها وتسبلاي ده على الايمج، جزء منها بيخش على الديسك ستورج. ولو عايز ان انا اعمل برينتنج طبعا بتحكم في ده كله طبعا بالكيبورد والكيرسر كايه كابليكيتور او كدكتور يعني او كمستعمل بقى يوزر للجهاز. طيب هنبدأ ان احنا نخش على، احنا هنا اتكلمنا عن البيزكس عموما بتاعت الالتراساوند ديفايس الدياجنوستيك. هنبدأ ان احنا يعني اتكلمنا عن 2D. يعني ايه بقى 3D؟ كلمة 3D بيقول لك ان في 3D مود دوت الالتر ساوند ويفز بتسنت في ديفرنت انجلز، يعني انا بستخدم انجلز كتير. ده شكل البروب ال 3D او البروب ال 4D. البروب ال 3D عذرا، بستخدم انجلز كتير جدا، تمام؟ الانجلز الكتير جدا ديت بقدر عن طريقها ان انا ايه اعمل ايكوز لايه يحصل معدل انعكاس
مره تانية للترانسديوسر بطرق بزوايا مختلفه. الزوايا دي بتروح للجهاز على هيئه داتا اكوزيشن، تمام، بمعدل زمني اعلى. فطبعا الاجهزه دي بتبقى اغلى وبتبقى طبعا تقنيه او تكنولوجي احدث، تمام كده. فبيقول لك ده ريتار از ريتيرنينج ايكوز ار بروسيسد باي ذا الترا ساوند سيستم تو ريكونتراست ا 3 دايمنشنال فوليوم ايمج اوف ذا انترنال اورجنز. يعني انا ببقى عايز اعمل شكل ثلاثي الابعاد للجسم بتاعنا. دي شكل الصوره 2 دي. هنلاحظ انا شكل الصوره 3 دي ان انا ايه، بقيت عايز شايف تفاصيل اكتر، شايف تفاصيل اكتر للصوره، شايف ايه ديستنس، عارف على الاقل ان انا احدد شويه المسافه ما بين هنا وهنا وهنا، ايه ما بين العين والنقطه بتاعه المراخين هنا للبيبي، عرفت شويه ان انا ايه اوضح صوره اكتر. فهنا هو بيقول لك ان 3 دي الترا ساوند ايمج الاو اس تو سي ويدث هيت اند ديبس. يعني احنا في الاول خالص كنا بنقدر ان احنا في 2 دي ويفز بناخد 2 دايمنشنز بس، لا في 3 دي ويفز احنا بيبقى عندنا 3 دايمنشنز اللي هم العرض والارتفاع والديبس كمان. بس طبعا انا ما عنديش ريل تايم موفمنت، انا مش شايف الصوره بتتحرك. وده هنا بيجي دور ال 4 دي ان هو بيبقى نفس فكره ال 3 دي ولكن مع تقنيه اعلى، ان انا بقدر ان انا اصور البيبي وهو بيتحرك باستخدام ريال تايم موفمنت. بيقول لك ان 3 دي الترا ساوند از ا سيريز اوف 2 دي ايمجز ريندرد باي ذا الترا ساوند سيستم. وبالمناسبة كمعلومة إضافية، ال 4D الصورة ال 4D بيبقى برضو إيه نفس الفكرة تقريبا، مع إضافة شوية حاجات إضافية، يعني إن أنا بستخدم نفس ال بستخدم أنجلز أكتر من ال من ال من ال من ال من ال waves مع مرور الزمن، فبالتالي بقدر إن أنا أعمل فيديو. يعني بيقول لك إذا transducer sweep left and right collecting a series of 2D images، ده بالنسبة للإيه ال 3D probe، تمام، او ترانسديوسر. وده شكل ال 3D ترانسديوسر اهو زي ما احنا شايفين. هنلاحظ ان هو ايه واسع اكتر، انا واخد فاتح مجال اكتر للانجلز اكتر تبدا ان هي تخش ليه ايه للانيميت او البيزو الكتريك انيميت الموجود جوه. احنا كده خلصنا شرح البيزكس بتاعه الالترا ساوند دايجنوستيك ديفايس. اتمنى ان هو يكون عجبكم الشرح، ولو في اي استفسار لحد دلوقتي سيبوه في الكومنتات واحنا نرد عليكم في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. هنتكلم عن البروكن الترا ساوند بروب اكزامبلز، شويه اكزامبلز كده ممكن تقابلنا لو احنا رحنا للدكتور او العياده ولقيناها الاعطال ديت. اول حاجه عندنا مثلا ان الالترا ساوند ترانسديوسر دوت في ايه، في كراك كده، في ايه زي كسر كده موجود في الالترا ساوند ترانسديوسر في الهاوسنج بتاعه او في الجسم بتاع الجهاز. فبيقول لك ايه الحكايه بالظبط، بيقول لك ان ده بيبقى ايه موست بروبلي البروب ده وقع، حصل له ايه دروب او اتخبط عن طريق حاجه ثانيه. وطبعا ده ليه تاثير، ممكن يكون ليه تاثير، ممكن الكريستالات اللي جوه تتاثر، ممكن الاسلاك نفسها اللي مربوطه بالكريستالات ممكن سلك منهم يفلت، سلك منهم يحصل له حاجه. فالحاجات دي طبعا بيبقى ليها تاثير على الجهاز على المدى البعيد، فاحنا لازم نتعامل مع الجهاز ده بكل حرص، لان طبعا احنا زي ما قلنا متخيلين كميه الاسلاك اللي موجوده عندي بتبقى قد ايه. تاني حاجه عندي البيكتشر تاني عندي او المشكله التانيه عندي، بيبقى عندي درايد اوت الترا ساوند بروب، الالترا ساوند ميت خالص، في حاجه غريبه الصوره مش بتطلع ليه. بيقول لك لان الدرايد اوت لينس، اللينس نفسها ميتها. طب ده بيرجع لايه؟ بيرجع لعامل، العامل دوت يعني اغلب اليوزرز بيكونوا ما عندهمش وعي بالنقطه ديت. ما ينفعش ان انا استخدم ديسنفكشن، ودي نقطه مهمه جدا، ما ينفعش ان انا استخدم اي حاجه فيها كحول او اي حاجه مطهره على اللينس. وده لسبب بسيط، لان الكحوليات بتاثر على اللينس نفسها والعمر الافتراضي بتاع اللينس، وبيتم التاكل بتتاكل مع الوقت او مع مرور الزمن. فبالتالي بنشتكي ان الصوره بتبقى رايحه ظاهره ضعيفه جدا، الصوره مش واضحه، تمام. فاحنا طبعا هو بيقول لك ايه هنا، يو كان سيف ات باي يوزنج ا بروبر جيل، وده بيبقى فيه طبعا ايه بروبر جيل بيبقى خاص بالايه الالترا ساوند سيستم. وبالمناسبه البروبر جيل دوت بيستخدم عشان خاطر ان انا اقلل عمليه الـ الانكسار، واخلي الوسط على قد ما اقدر ان هو يكون الموجات
داخله ليه من غير ما يحصل لها انكسار اكتر، لان احنا اتفقنا ان الموجات بتاعت الموجات الفوق الصوتيه بتنتقل بكثافه او بصوره احسن في الوسط اللي بيبقى اكثر كثافه، فالجل طبعا بيبقى الكثافه بتاعته اعلى من كثافه الهواء. تمام كده. تالت اكزامبل عندي ممكن نلاقيه عندنا ان عندي كراك هنا في الالتر ساوند بروب. وبالمناسبه اللي هيحصل هنا ان احنا هنلاحظ اصلا في الصوره نفس الشكل اللي بيبقى موجود دوت. تمام. فالدكتور ممكن اصلا ما يكونش واخد باله او اليوزر ما يكونش واخد باله ان في كراك هنا، فتظهر له الصوره يقول لك يعمل تشخيص غلط. يعني دي بتبقى نقطه صعبه جدا ومشكله، وبس الصوره بيبقى فيها نسبه نويز او بيبقى فيه كونكشن غلط. تمام. فاحنا لما بيظهر لنا الديفكت دوت بيقول لك ان اكتر حاجه بتكون ان سبب الديفكت او النويز بتاعت الصوره ان الهول اللي موجوده ديت. الدكتور ممكن ما يكونش واخد باله يقول لك ما فيش مشكله، الجهاز ما دام شغال والصوره شغال عادي جدا، الصوره هتظهر ولكن فيها النقطه السوداء ديت زي ما احنا قلنا، فده هيأثر طبعا على النتيجه اللي بتخرج لي. ممكن كمان الدكتور يشخص غلط او اليوزر ان هو يشخص غلط. تمام. فمن ضمن الاسباب لحاجه زي كده ان البروب دوت اتخبط باوبجكت معين او حصل له حاجه معينه، وقع على الارض. تمام. اتقطع بحاجه معينه، في حاجه غلط اتعملت مع البروب دوت، بمعنى في حاجه يعني ايه، في استخدام غلط، في يوزر ايرور في الموضوع دوت. الموضوع ده بيبقى راجع اكتر ليوزر ايرور. تمام. طيب هنا بقى الصوره مش واضحه خالص. تمام. ايه الحكايه بالظبط؟ بيقول لك دامج كريستال التر ساوند بروب. بيقول لك الصوره مش واضحه. تمام. الشاشه سودة جدا وداخله كلها صور في بعضها، فده بيرجع لعامل ان بيقول لك هنا الديسكريبشن بيقول لك ديد دامج اور ويك كريستلز. تمام. وايه السبب ان حاجه زي كده تحصل؟ بيقول لك البروب ده وقع على الارض، وده بيبقى ليه عامل اكتر من عامل. طبعا احنا بنضطر ان احنا ممكن نشوف جوه، ممكن تكون الاسلاك كلها اتشالت، ده في اضعف الاحتمالات يعني اللي موجوده جوه. بس لا، في الاغلب يعني بيكون الكريستالات اللي جوه دي خلاص اتكسرت او دامجت مع بعض. من ضمن الاخطاء برضو اللي بتحصل او من ضمن المشاكل المشهوره اللي بتحصل في اجهزه السونار، طبعا هنلاحظ ان اغلب المشاكل اللي بتحصل بتكون اصلا خاصه بالبروب. ده العامل ان البروب هو اكتر حاجه بتتحرك. يعني هنلاحظ ان هي اغلبها بتبقى ميكانيكال فيليرز، نتيجه ان بيبقى في حركه كتير بتحصل. تمام. فبيقول لك ان هنا عندي بروكن التر ساوند بروب كيبل. الكيبل نفسه فيه قطع كده او في حاجه هنا، لازم حاجه انا لازم اتشك طبعا الكيبل لو لقيت ان ايه اللي بيحصل. بيقول لك ان الديسكريبشن الدكتور ممكن يقول لك ان في نويز في الصوره. تمام. خصوصا لما احرك الكابل. تمام. او مثلا ان الصوره بيبقى فيها خطوط مش واضحه، في حاجات مش يعني في حاجات غلط، في حاجات مش واضحه في الصوره، ايه السبب؟ فهو هنا احنا لو احنا جينا نحلل الموضوع ده بشكل هندسه عكسيه سريعه، هنلاقي ان احنا زي ما قلنا في عندنا اسلاك كتير قوي، ممكن يكون في سلك اتقطع من الاسلاك اللي جوه، فبالتالي ايه الصوره ما بقتش واضحه. تمام. وفي نويز، في نسبه نويز، في لاينز زي ما هو قال. تمام. فهو هنا بيقول لك ايه، طب ايه سبب ان السلك يتقطع؟ بيقول لك ابسط الامور ان في عربيه، في حد داس على السلك، السلك ده اتنى. تمام. ومع الوقت فضل موجود كده، فحصل تاكل معاه. في اهمال في الموضوع ده، بيبقى راجع اكتر لاهمال من الاستخدام بتاع اليوزر. تمام. ولازم طبعا، فبالتالي لازم وبينصح دايما ان اليوزر ان هو لما يجي يستخدم البروب يكون السلك مفرود وما يعملوش ما يحصلوش اي التواء او انسناب. من ضمن المشاكل برضو اللي بتبقى موجوده عندي ان الصوره تبقى ظاهره بالمنظر ده، بيقول لك التر ساوند بروك ارتيفاكت. وده بيرجع لعامل ان بيبقى فيه نويز او ميسنج كونكشن، في كونكشن حاجه غلط موجوده في السلك، او في سلك متشال، في حاجه زي ما حاجه بسيطه يعني. انا لاحظنا شفنا كل السلك من جوه من بره مفيش اي حاجه. فبيقول لك ان ابسط الامور ان في كابل او في سلك جوه من الاسلاك ايه اتفك. تمام كده. وممكن يقول لك برضو من ضمن الاسباب ان الكونكتور نفسه مش واصل كويس بالجهاز، الكونكتور اللي هو السوكت بتاع الالتر ساوند بروب ممكن يكون مش واصل كويس بالجهاز. تمام كده.
طبعا يعني احنا اتكلمنا عن اعطال، طبعا يعني الاعطال بتبقى واسعة جدا ومختلفة جدا وكتيرة جدا، فنقطة مهمة الاكسبلينيشن ديت بتبقى اقرب لل يعني احتمالاتها بتبقى قريبة جدا، ولكن مش شرط ان هي تكون 100% يعني. تمام، مش شرط تكون ان مادام حصل كذا يبقى هو ده الحاجة الوحيدة اللي السبب الوحيد ليها، لا، بيبقى في احتمالات اكتر، بس احنا ايه قربنا الاحتمالات على قد ما نقدر في الايه في الاكزامبلز بتاعتنا، واتمنى ان هي ايه تكون افادت الجميع يعني. اخر حاجة هقدر ان انا ازاي ابروتكت الالتر ساوند بروب، ودي بتبقى شوية نصائح ممكن ان انا اديها لليوزر او للدكتور. اول حاجة لازم ان انا استخدم اهاندل الالتر ساوند بروب او ترانسديوسر دوت بعناية كويسة، تمام، عشان اقدر اتاكد، عشان اعرف يعني يعني اهو هاندل الالتر ساوند ترانسديوسر ويز ا سيرتن كير، عشان اقدر طبعا ان انا ايه ما يحصل ليش مشاكل كتير، زي ما قلنا مثلا موضوع الالتواء، ان هو الدكتور عمال يتني السلك بيتنى منه وهو مش واخد باله ان هو ايه الموضوع ده بيأثر على اسلاك من جوه. بيقول لك طبعا لازم تاخد شوية احتياطات لما تيجي تستخدم البروب. لازم طبعا ان انت تستخدم الجل، ما تحطش زي ما احنا قلنا الحاجات اللي فاتت، تمام، ما تحطش اي حاجه فيها كحول، او هو بيقول لك هنا ايه نيفر يوز ديسانفكتنت فلويدز كونتينينج الكحول، هتنشف اللينس وهتقلل من عمر البروب. بيقول لك اهو زي ما احنا قلنا من شويه، نيفر بند اور اند تويست ذا كيبل، اوعى تعمل حاجه زي كده ان انت تتني او تتويست الكيبل، لان في كميه اسلاك كتير جدا من رينج بيقول لك من 128 ل 320 سمول وايرز، كل واحد فيهم متوصل بكريستاله، تمام، فكل واحد منهم هيتقطع هيأثر على عمر الصورة، هيأثر على عمر البروب، تمام، فبالتالي ايه هيأثر على السيجنال بتاعتي. احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا، ما تنسوش تبصوا في المصادر، احنا نزلت مصادر يعني كتير للموضوع ده للناس اللي حابة تبحث اكتر وتدوس اكتر في الموضوع ده. انا عايز اوضح برضو ان احنا الموضوع ده كان عبارة عن بيزكس الالتر ساوند، اوسع وعلم واسع وعلم شيق على فكرة، وعلم جميل جدا بالذات لما يكون في مجال الهندسة الطبية، وفي مجال الهندسة العكسية يعني لما نطبق عليه الهندسة العكسية بيبقى جميل جدا 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 من وجهة نظري يعني. رأيكم يهمنا جدا في المحاضرة، يا ريت تسيبوا لنا كومنت كده سريع يشجعنا ان احنا ننزل حاجات بعد كده وننزل فيديوهات بعد كده، وما تنسوش طبعا اللايك والشير. وشكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.